كيف تعمل الحفاضات؟ وهذا ما نختبره في التجربة القادمة. الحفاضات يا أصدقائي بداخلها بودر، هذا البودر يدعى بولي أكليريت الصوديوم. لا عليكم من هذا الاسم الصعب، ولكن الأهم أن نعرف كيف يعمل هذا المسحوق العجيب، كيف يستطيع أن يمتص كل هذه المياه. السؤال هنا، هذه قارورة كاملة من المياه، ماذا سيحدث إذا أضفت هذه الكمية من المياه إلى هذه الكمية القليلة من المسحوق؟ سنرى سويا. إنها كمية كبيرة، ولكن انظروا ما الذي سيحدث. في غضون ثواني ستلاحظون فورا تغيير القوام، وإن لم تلاحظ فدعني أريك هذه النتيجة بقلب الكوب. أين المياه؟ إنها ليست خدعة سحرية، إنه نفس الذي يحدث عندك في الحفاضة. حتى انظروا، لقد أصبح صلبا. سائل عجيب. سنجد سويا أن القوام تحول إلى مادة هلامية، وذلك للقدرة البارعة لهذا المسحوق على امتصاص المياه، لذا نستخدمه في الحفاضات. متوفر الآن على تطبيق سبيستون جو، حمله الآن.